فيديو اليوم هول سريع على مشترياتي من سفورة بزيارتي الأخيرة للرياض. اشتريت أشياء، ما كتير أشياء، بس حبيت شارككم فيها. حأعمل عنا مش first impression، حأعمل عنا شوية شرح، وبرجع بفيديو تاني ممكن later on بشرح لكم شو حسيت وشو عجبني وشو ما عجبني فيهم. حبلش أول شي بأكتر شغلة محمسة عليها، اللي هي perfume جبتها من نارسيسو رودريغيز، اسمها فلور مسك. هاي هي علبتها، وهيدي هي القنينة. ريحتها، أنا جبت الخمسين ملي، بعتقد جبت الخمسين ملي. ريحتها كتير حلوة، ريحتها على فيها بودرة، فيها مسك أو عنبر، فيها شي عربي، فيها ريحة بودرة، فيها ورد. أكيد هو لون، أكيد ريحة يعني ربيعية أو خريفية. جربتها، ضاينتني تقريبا 6 ساعات. حلوة، بنصحكم تجربوها. شموها بالمحل إذا حبيتوا ريحتها، اشتروها، حلوة بتستاهل. تاني شي اشتريته هو شي حكيت عنه بهول سابق، وحطيته بالأمتيز من شهرين تقريبا، اللي هو هذا الميك اب ريموفر من سيفورا. ممتاز، رخيص، بينخض، بشيل الووتر بروف ماسكارا، ووتر بروف ميك اب، كتير منيح. رجعت اشتريته، خلصته ورجعت اشتريته. اشتريت شغلتين حبيت جربهم. انا عندي، اكيد سامعين بماركة جلام جلو. جلام جلو هي ماركة بتاعنا بكل شيء خاصه بالبشرة او بالشفاف. انا جايب من عندهم قبل ماسك الاخضر، هالمرة جبت من عندهم ماسكين اكيد صغار، لانه هن هو ماركة غالية، فحبيت جرب بركي ما عجبني الماسك او بركي عمل حساسية. سو جربت هذا الماسك الازرق والماسك الاسود. الازرق هو الهايدريشن للترطيب، والماسك الأسود للتقشير، يوث مد. هذا واحد مد واحد للترطيب. تاني شي جبته بتكون ميك اب او سكين كير. خلينا بالسكين كير، هيك حكينا على جلام جلو. هفرجيكم 3 ماسكات. انا قلت لكم بتابع يوتيوبر اسمه تشارلز جروس، كتير بيحكي على ماركة بيتر توماس روث، هي هاي الماركة. أريد حكيت على نوعين ماسكين جبتهم أنا منهم قبل، كوكونات ماسك وال 24 كارت ماسك. 24 كارت الذهب حطيته. طبعا بلش اليوتيوبرز، بلش العالم السوشيال ميديا يحكي عن هذا البومبكن انزيم ماسك. جبته وجربته، عجبني كتير. هو ماسك خصوصي بيعمل كتير اشياء. اول شيء بقلبه نقط صغيرة، سو بيعمل اكسفوليشن، بيعمل تقشير للبشرة. بقلبه اسيد، بيعمل يعني بيقشر البشرة كيميكال وفيزيكال. فيزيكال يعني بطريقة بالحف بنعمل تقشير، وكيميكال يعني في مواد بقلبه هي اللي بتقشر البشرة، بخليها لامعة، بخفف التجاعيد ومضوية. اكيد ما حيخفف التجاعيد من اول مرة، بس بالنسبة للإضاءة وبالنسبة للحرق حسيته حلو. هذا هو من جوا، ريحته بامبكن. اوكي، حبيته كتير واستعملته مرة بالرياض. هو I can't wait. هو بينصح باستعماله بس مرتين بالأسبوع، بينحط من 3 ل7 دقايق بعدين بينفرك. أكيد ما بنصح باستخدامه أكتر لأنه فيه أسيد، فإذا جلدكم مش معود عليه ما بنصحكم تخاطروا، احسن ما يعمل حبوب. تاني ماسك جبته من نفس الماركة هو روز ستام ماسك. هذا هو لونه زهر، بقلبه بخفف هذا بقلبه روز ستام سيلز، بقلبه روز ووتر، مي ورد يعني. هيدا شغلته يجدد البشرة، ينعنشها، يرطبها، يضويها ويشدها. جربته كمان هونيك، حبيته. هلا ريحته شوي قوية، وانا ما كتير بحب ريحة المي زهر والمي ورد يعني، بس حلو شكله. هلا هو لونه زهر، بس بس تحطوه على وجهكم يبين شفاف. ريحته مي زهر كتير كتير قوية ريحته. ما كتير حبيته، بس انه لما تشتروا الماسك ما كتير بتفكروا بالريحة، بتفكروا اكتر بالفعالية تاعيته. تالت ماسك جبته من هاي الماركة هو الماد ماسك. هذا هو هذا اسود اكيد، هو ايريش مور ماد ماسك.
حقلكم شو بيعمل، بنقي بفض المسامات، بيشيل الأوساخ، كمان بحارب التجاعيد، بخفف المسامات. وهذا هو من جوا، هذا يعني ريحته ريحته وحل على التراب، على مدري شو هو، أسود. هيدا حقلكن شو كان، حقلكن نسيت لكم طريقة استعمال هذا الماسك الزهر. طريقة استعمال الماسك الزهر، أو بينحط طبقة سميكة منه لمدة 10 دقايق بعدين بينغسل، أو بينحط بالفريزر بالبراد، بينترك ليبرد كتير، بعدين بينحط منه طبقة وبننام فيه لحتى يعطي كولينج افكت للبشرة. المد ماسك بينحط مرتين لثلاث مرات بالأسبوع، بينحط طبقة سميكة منه لمدة 10 دقايق وبيرجع بيمسح بفوطة. هذا هو، هولي هن كل شي خاصه بسكين كير جبته. هلا جبت اشياء، في اشياء عندي اياها، في اشياء اول مره بجربها. جبت بيوتي بلندر، اوريدي انا عندي بيوتي بلندر، جايبه 3 بس صاروا مطقطقين ومخزقين وانتحروا. جبت الجوف بروف من بنفت، هذا قلم الحواجب، جبته بالرقم 4. ممتاز، بحبه كتير، صرت يمكن هذه رابع مرة بجيب منه. ولا أهين أهين طريقة على الكرة الأرضية لتعليم الحواجب هذا هو. جربت فتح، بس مشكلة إنه رقم 3 بصير كتير فاتح. اللي حلو فيه إنه الريشة تاعيته هيك تريانجل، سو حلوة وكتير كتير 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 هين رسم الحواجب فيه. هذا جبته. جبت هاي، هلا هول هن هول اشياء جديدة جبتها. جبت من تو فيست باتر ذان لاف ماسكارا، هيدي أول مرة كتير كان جعبة جيبها، صار لي فترة عم جرب جيبها. في موقع بلبنان اسمه فيل 22 عندهم اياها، بس حبيت جيبها من برا. هيدي هي، في منها ووتر بروف فورميلا لونها أخضر، كتير هيدي ضجت فيها الكرة الأرضية والبشرية. هات لنفتحها، هيدي عن جد أول مرة بفتحها فيها. اوكي، الريشة تاعيتها بتجي مطعوجة بالنص، يعني بتجي عريضة بعدين بترفع بنص، مثل عظمة مثل العظمة هيك، عريضة ارفع عريضة. رياشة منيح شكلهم، تقيلة الماسكارا تقيلة، بدي اجربها وشوف شو رأيي فيها. كمان شي اول مرة بجيبه خاصه بالحواجب، هذا الكابراو من بنفت. كل مرة بروح بقول بدي جيبه بدي جيبه، وكل مرة برجع ما بجيبه. anyways هذا هو، هذا الجل للحواجب، بدي اشوف اذا بيعطي لوك احلى لحواجبي من الرسم بالقلم. بيجي هو ريشته فيه بتركبوها هيك، I'm sure شفته، كما ضل حدا ما عمله عنه طنة ورنة، بينفتح وبتنحط الريشة هيك، يعني you dip it وبترسمه على حواجبكم. بدي اجربه لاشوف اذا حيعجبني او لا، صار لي فتره بقول بجيبه ما بجيبه بجيبه ما بجيبه، اخر شي جبته قلت بدي اجربه شوف اذا بيعطي اللوك لحواج بتكون انعم من القلم. جبت من هدى بيوتي كتير اشياء، هذا كمان شي محمس عليه. جبت من هدى بيوتي ليب لاينر، لانه عم حس انه الليبستكس تاعولا لحتى يثبتوا بده ليب لاينر تحتهم. جبت ليب لاينر باللون ميوز، بدي اياه يكون نيود، انا بدي اياه انه ما يبين على لون بشرتي او انه يعطي شيء على زهر. سو هذا هو، بعتقد هذا انه ليب لاينر عادي، ما انه شيء خطير. هلا اهم احلى شيء جبته من هدا بيوتي هن هولي هولي الميني للحمر تاعولا. جبت 3 اديشنز، لو كنت لقيت الرابعه كنت جبتها بس ما لقيتها. هفرجيكم اياهم، حعملكم سواتشز على السريع، كتير كتير متحمسه، هاي اول مره بفتحهم. اول وحده جبتها محمسة عليها، أول وحدة جبتها هي The Red Edition، بقلبها 4 حمر، كل وحدة بقلبها 4 حمر. أكيد هي بتحط السواتشز ورا على العلبة، بس أكيد اللون ما بيطلع على الشخص مثل بالعلبة. هعمل سواتش على السريع، ما حاب الفيديو يكون كتير طويل. هذا اللون خطير، هذا اسمه Material Girl. ايه سناب شات هذا اللون، هذا اسمه ماتيريال جيرل. نيكست اسمه فيموس، هذا هو، اوف غامق كتير هذا. بعدين في هذا كتير 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 حلو، هذا اسمه شو جيرل، هذا بقلبه لمعة. هلا حفرجيكم اياهم اخر شي بس خلص السواتش.
وهذا احمر احمر اسمه هارت بريكر. ياي كثير حلوين، ما بعرف قديش حألبس هارت بريكر. هارت بريكر صعب البسه شوي، بس هولي معقول البسهم. هذا كثير معقول البسه، هولي شوي شتوية بس هذا ما بعرف اذا بلبسه. سو هذه كانت الريد اديشن. البراون اديشن كمان بقلبها 4 الوان. اول لون اسمه ترند ساتر، هذا هحطه، هجرب اعمل سواتش غير محل. ترند ساتر بيجي على بني. معروفين الليب ليب ماتس تاعو هدى بيوتي انهم ريحتهم شوي على فانيلا. هذا اللون شوي غامق اسمه فيكسن او فيكسن فيكسن. هذا اللون اسمه سبايس جيرل، هو لايك عن جد براون براون. وهذا اللون اسمه فليرت، وهول هن الالوان. هذا كتير غامق، ما بعرف اذا بيطلع حلو على ايه. واخر شي اخر اديشن هي نيود اديشن، كمان فيها 4 لبستكس. وين بدنا نعمل لهم سواتش؟ هحطهم على صبيعي. سو اول شي عنا فينوس، بعدين فليرت. مش هلا حطينا فليرت ولا انا ضيعت؟ بعدين بومشل، هذا عندي انا بالحجم المظبوط. هولي الوان فيكم تلبسوهن اكتر، يعني الالوان مقبولين اكتر. واخر لون هو ترند ستر. شو من عادين هول؟ هول هن الالوان. صراحة في شي شوي زعجني انه في حمر من عادين بين النيود اديشن والبراون اديشن، ما انتبهت لهذا الشي الا ما كنت جبتهم. سو بين البراون اديشن والنيود اديشن في فليرت وترند ساتر من عادين، بس انه الوان هول الالوان نيوترال سو بيمرقوا. سو هول هن الالوان، هدول الريد اديشن، هيدي البراون اديشن، وهول النيود اديشن. اكيد النيود اكتر شي بينلبس. هذا كل شيء بفيديو اليوم، بتمنى الفيديو يكون عجبكم وبشوفكم في الفيديو الجاي. باي.